مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار، وأجمل تحية من شنسي. اختتمت الجولة الثامنة للحوار الصيني الأمريكي الاستراتيجي والاقتصادي في بكين في 7 يونيو الجاري بعد توصل الجانبين إلى اتفاقات واسعة. أكد الجانب الصيني مجددا في قضية بحر الصين الجنوبي على مبادئه الثابتة، وعبر عن أمله أن يتمسك الجانب الأمريكي بوعوده بعدم اتخاذ موقف إزاء نزاع الأراضي. ما نتائج هذه الجولة من الحوار الصيني الأمريكي الاستراتيجي والاقتصادي؟ ما مواقف الجانبين تجاه الخلافات بينهما؟ وما هي آفاق العلاقات الصينية الأمريكية في ظل التناوب الرئاسي في الولايات المتحدة؟ هذه التساؤلات سنناقشها مع الضيفين الكريمين في الأستوديو، وهما الأستاذة أنس زليتاني، باحثة تونسية مقيمة في الصين. مرحبا بك. وأيضا دكتور دين لونغ، وكيل كلية الدراسات الأجنبية بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية. مرحبا بكم أيضا أستاذ دين. شكرا. وقبل الحوار دعونا نتابع التقرير التالي. كان التوتر حول قضية بحر الصين الجنوبي واحدة من أكبر الخلافات بين الجانبين أثناء الجولة الثامنة للحوار الصيني الأمريكي الاستراتيجي والاقتصادي، حيث أكد الجانبان من جديد على مواقفهما. كما لاحظ متابعو الأخبار أن واشنطن قد خففت موقفها قليلا. We are looking for a peaceful resolution to the dispute, the disputes of the South China Sea. We are not a claimant. We have taken no position on any of the claims of any claimant. كانت تصريحات كير الأخيرة متناقضة مع التعبير الحاسم للمؤسسة العسكرية الأمريكية، حيث قال أشتون كارتر قبل أيام وجيزة أن تصرفات الصين قد تقيم أسوارا تعزلها. ورقيت تصريحات كير الأخيرة ترحيبا حذرا من المسؤولين الصينيين. نأمل أن تفي الولايات المتحدة وعدها المتماثل في عدم تأييد أي جانب في نزاع بحر الصين الجنوبي. بالرغم من الخلافات، عبر كلا الجانبين على التقدير العالي للاتفاقات التي توصل إليها مؤخرا حول تعاونهما الأخير في القضايا النووية المتعلقة بإيران وشبه الجزيرة الكورية، والاتفاق التاريخي الذي توصل إليه حول مكافحة التغير المناخي. أشار الجانب الصيني أن البلدين أقاما نموذجا للعلاقات الجديدة النمط بين القوى الكبرى، وهذه العلاقات تهدف إلى تجنب النزاع بين قوى واعدة وقوى قائمة. أولا أستاذ دين، لنتحدث عن التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، فمقارنة مع الوضع الذي واجه الجولة السابعة يعني السابقة، هل تعتقد أن التعاون الاقتصادي بين البلدين حقق تقدما ملموسا؟ وكيف تقيم الوضع الحالي لهذا التعاون؟ أعتقد أن طبعا هناك تقدم كبير خلال جولات سابقة، وتم يعني تسوية بعض الخلافات، وأخذ الجانبان الكثير من النتائج الإيجابية فيما يخص التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، لكن لا زال هناك خلافات كثيرة واحتكاكات تجارية واقتصادية ومالية كثيرة، فلذلك تأتي أهمية إجراء مثل هذه حوارات وتشاورات بشكل دولي بين أكبر اقتصادين في العالم. وأعتقد أن هذه الجولة تناولت أهم الملفات في التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، ويأتي في مقدمتها يعني اتفاقية الثنائية للاستثمار، هذا هو ما يسمى BIT. وخلال السنوات الماضية قد بذلت الجانبان جهود كبيرة في من أجل التوصل إلى اتفاق حول الاستثمار بين البلدين، والآن قد وصلت
الجانبان إلى اتفاقية مبدئية، وبقي على الجانبين تقديم يعني قائمة الاستثناءات على بنود الاتفاقية، ووفقا لما توصل إلى اتفاق سيتم تقديم كل من الجانبين قائمة الاستثناءات خلال هذا الأسبوع، يعني بعد أسبوع من عقد الحوار، وسيتم عقد جلسة تشاورية أخرى في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام القادمة لتحديد أو التباحث حول هذه الاستثناء، وهذا يعتبر تقدم مهم جدا فيما يخص هذا الأمر. والقضية الثانية هي تتعلق ب يعني التعامل بالعملة الصينية الرمبي في الولايات المتحدة، وسوف يتم فتح بنك جديد في الولايات المتحدة لتسوية حسابات بالرمبي، وهذا يعتبر أيضا إنجاز كبير، ووافقت الصين على منح للمؤسسات المالية الأمريكية قدر كبير من يعني سقف ما يبلغ 25 مليار دولار أمريكي من أو ما يساوي 38 مليار دولار أمريكي من الاستثمار بالعملة الصينية. نعم. هذه القضية سوف نخصص السؤال لها. طبعا. وأيضا اتفق الجانبان على يعني اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات لتحفيز التنمية الاقتصادية، ليتعافى المساعدة في تعافي الاقتصاد العالمي. وكذلك وعد الجانب الصيني بخفض الطاقة الإنتاجية وخاصة للحديد والصلب. وكذلك وعدت الصين بعدم زيادة الطاقة الإنتاجية للحديد والصلب. نعم أستاذة أنسة، كما أفادت الأخبار أن الجانبان الصيني والأمريكي خلال هذه الجولة اتفقا أيضا على تعزيز التواصل حول السياسات الاقتصادية، فهل تعتقدين أنه يوجد حاليا تواصل شفاف بين البلدين في هذا المجال، وما مضمون وأهمية هذا التواصل؟ أولا نتحدث عن هذه الجولة الثامنة لهذا الحوار الاستراتيجي الاقتصادي بين أكبر اقتصاديين في العالم أمريكا والصين. مثل هذا الحوار طبعا هو يجعل من التواصل الاقتصادي بين البلدين يتعمق أكثر ويكون أوضح إلى حد ما، خاصة وأن يعني المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الصينيين قد وضحوا العديد من النقاط يعني ربما تعتبر يعني الحساسة شيئا ما، خاصة على المستوى الاقتصادي المستوى السياسي خلال هذه الجولة الثامنة. فهذا الحوار هو قد بدأ منذ أبريل 2009 بطلب من زعيمي الدولتين، ومنذ ذلك الوقت يعتبر هذا الحوار وهذه الجولة للحوار الاستراتيجي والاقتصادي هي أهم مشاورات رفيعة المستوى بين البلدين. وطبعا حين يكون اقتصاد واضح ويكون هناك مشاورات واتفاقيات واضحة
بين الجانبين، خاصة يعني بعد أي حوار أو أي جولة هناك اتفاقيات بين الجانبين، بين الجانب الصيني والجانب الأمريكي، سيدعم بطبيعة الحال توفر سهولة وسلاسة معينة إلى حد ما على الاقتصاد العالمي، نظرا للتهديدات التي يراها الاقتصاد العالمي. فالجميع يرجو من هذا الحوار ومثل هذه الجولات أن تعافى إلى حد ما الاقتصاد العالمي، وإذا تعافت اقتصادات الصين وأمريكا فبطبيعة الحال ستكون هناك أكثر شفافية وأكثر وضوحا على الاقتصاد العالمي بصفة عامة. نعم. هذه الجولة لها أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، خاصة منذ بداية كما قلت 2009، منذ بداية أول جولة للحوار الاستراتيجي والاقتصادي الصيني الأمريكي، هناك تقريبا 600 نتيجة ملموسة على المستوى الدولتين وعلى المستوى العالمي في التجارة وفي الاستثمارات. فحين نرى هناك 600 نتيجة إلى حد الآن، فأرى أنه هناك يعني نسبة عالية وقيمة جيدة للاقتصاد عموما. هذا بالإضافة إلى أن هذه الجولة الثامنة ستفضي أكثر لتشاورات ومشاورات لكلتا الدولتين قبل بداية قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في الصين، بالإضافة إلى توفير مجال أوسع وأوضح لتطبيق الاتفاقيات التي كانت قد أبرمت بين زعيمي الدولتين، بالإضافة إلى يعني إعطاء مجال أكثر ومجال أوضح للاقتصاد العالمي لكي يعني يخطو هذه العقبات، في نظرا للشدة الاقتصادية التي نراها حاليا في العالم أجمع. بالإضافة إلى ذلك نرى أهمية سياسية أيضا، خاصة أنه في خلال هذه الجولة تحدثت كل من أمريكا والصين عن نقاط ساخنة، منها نتحدث في المجال الاقتصادي مجال الفولاذ والحديد، يعني هو يعتبر يعني منطقة يعني ونقطة حساسة في تبادلات الدولتين، وقد تعرضت هذه الجولة إلى هذا الموضوع، وهو أيضا سيجعل من الاقتصاد بينهما أكثر وضوحا ونلتمسه ربما في بعد يعني تطبيق الاتفاقيات التي يعني وردت في هذه الجولة الثامنة. نعم، شكرا أستاذ. قبل قليل تحدثتم عن تعامل يعني تعزيز التعاون بين الجانبين في تعامل الرمينبي في أمريكا، فكيف تتوقع تأثيرات هذه الخطوة وما مقصد هذه الخطوة؟ أعتقد أن تكتسب هذه الخطوة أهمية كبرى، لأن نعلم أن تسعى الصين خلال السنوات الماضية إلى جعل الرمينبي عملة قابلة للتداول الدولي. لكن الصين اتخذت أسلوب تدريجي لتحقيق هذا الهدف، وقد تم إنشاء أكثر من 10 مراكز أو بنوك لتسوية الحسابات بالعملة الصينية الرمينبي. لكن أمريكا أكبر اقتصاد في العالم، هناك طلب قوي خلال السنوات الأخيرة لاستخدام الرمينبي. لذلك هذه الخطوة تخدم مصالح الطرفين البلدين. أمريكا أيضا يريد أن يعني استغل هذا البنك أو هذه الآلية الجديدة لتخ مزيد من الاستثمارات، والصين أيضا ترحب بمثل هذه الاستثمارات، فأعتقد أنها مفيدة أيضا لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل التعامل الصفقات التي تتعامل بالرمينبي. وأيضا لو تم
يعني استخدام الرمنبي في الولايات المتحدة سلها يعني يلعب دور نموذجي ودور رائد يمكن أن تطبق في باقي يعني اقتصادات وخصوصا اقتصادات دول المتقدمة. نعم، يعني هذه الخطوة توجد لها حاجات متزايدة، لذلك هذه الخطوة سوف تخدم مصالح الجانبين. فبالإضافة إلى هذه الخطوة، يعني التعاون في العملة أستاذ أنس، هل هناك مجالات مالية أخرى سوف يعزز الجانبين التعاون فيها؟ خلال هذه الجولة الثامنة قد توصل الجانبان إلى العديد من الاتفاقيات. تعتبر هذه الجولة بالناجحة، وصفت بالناجحة من قبل العديد من المحللين ومن قبل المسؤولين في حد ذاتهم، لأنها قد وفرت حوالي 300 مشروع أو توافق على مشروعات بين الطرفين، بين الصين وأمريكا. فحين نجد يعني حوالي 300 كما قلت اتفاقيات بين، هي مشاريع للاتفاقيات بين الجانبين، منها في المجال الاستثماري حوالي 120 مشروع وتوافق اتفاقيات استثمارية في المجال الاقتصادي التجاري والاستثماري. نعم. ومنها يعني العديد من الاتفاقيات الأخرى في المجال الإنساني. الاستثماري والاقتصادي هي مشروعات استثمارية بين الدولتين، هي مشروعات يعني تخدم اقتصادات الدولتين أولا، ثم تخدم حتى اقتصاد المنطقة آسيا الباسيفيك. فهذا بالنسبة للمشروعات الاقتصادية. المشروعات الإنسانية هي توافقات بين الجانبين في مشروعات إنسانية، مثلا تحدثت هذه الجولة تعرضت إلى تحدث عن حقوق الإنسان، وهي موضوع يعني مهم بالنسبة للدولتين، حساس بعض الشيء. تحدثت عن سياسات الدول المجاورة للصين، تحدثت عن آسيا الباسيفيك، تحدثت عن العديد من التوافقات الأخرى أو النقاط التي ربما يعني تتوجه كلا الدولتين بحسب سياستها، مثلا موضوع بحر الصين الجنوبي. نعم. لكن بالنسبة إلى المجال المالي، المجال المالي أهم شيء هو أن الجانب الصيني قد وفر حوالي حصة للمستثمرين الأمريكيين بقيمة 250 مليار يوان صيني. هذا بالإضافة إلى التركيز المسؤولين على أهمية يعني عرض القائمة السلبية، وهي تعتبر يعني جديدة من اعتبارا من كل منتصف شهر يونيو. ف هذا اهم يعني شيء. هذا بالاضافه كما تحدث الاستاذ عن عمله الجنيبي في الولايات المتحده الامريكيه، بالاضافه الى المشاريع التي ستقام بينهما. هذا بالاضافه الى التحدث عن مستوى الانتاجيه في الصلب والفولاذ بين الدولتين. امريكا لها يعني سياسه خاصه تجاه هذا الموضوع، الصين لها رؤيه اخرى. فتمت يعني هذه المره يعني الكشف اكثر عن الاوراق الاقتصاديه، الاوراق السياسيه بين الجانبين. نعم. وهو يعتبر يعني ناجح جدا. إلى المجالات السياسية والمجالات الأخرى إضافة إلى المجال الاقتصادي سوف نتحدث عنها بعد قليل. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. لا نواصل الحديث حول الجولة الثامنة للحوار الصيني الأمريكي. أستاذ دين، كما ذكرنا في تقرير أيضا، كان أبرز الخلافات بين الصين وأمريكا في الوقت الحالي قضية بحر الصين الجنوبي. فكيف كانت المواقف التي عبر عنها الجانبين خلال هذه الجولة من الحوار؟ أعتقد أن قضية بحر الصين الجنوبي تعتبر نقطة ساخنة، وأيضا يعني نقطة تركيز للخلافات بين البلدين. نعم. خلال السنوات الأخيرة، وهي طبعا تلقي ظلال على هذه الجولة. أعتقد أن الخلافات كما هي، لم يتطرق الطرفان إلى هذا الموضوع ساخن، لأنه خلافات كبيرة. نعم. وأيضا يعني كلا الطرفان عبر عن موقفه الثابت
لم يطرأ شيء جديد على موقف الجانبين، حيث عبر الجانب الصيني عن موقفه الثابت إزاء القضية البحر الصيني الجنوبي، وأكدت أن هذه الجذور هي يعني من سيادة وأرض صينية. لا يمكن لأي طرف مهما كان أن يتدخل أو يدعي على سيادتها على هذه الجذور. أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي فقط قالت إنها تدعم أي حل سياسي لحل هذه المشكلة، ولكن الوضع يعني يبدو أكثر تعقيدا قبل بدء الحوار، لأنه أمريكا ودول جنوب شرق آسيا يعني قامت بمناورات كثيرة. وهناك ضجة عالية، وأبرزها الفلبين قام ب يعني رفع القضية في المحكمة الدولية. والصين أكدت خلال هذه الجولة من الحوار أن وفقا للشرعية الدولية الصين لن تقبل أي تحكيم أو أي يعني قرار قضائي صادر من أي جهة دولية، لأن هذا يمس بسيادة الصين ووحدة أراضيها. نعم، هذا بالنسبة إلى الخلاف حول بحر الصين الجنوبي. كما ذكرت الأستاذة أنس قبل قليل أن قيمة مجموعة العشرين سوف تتواجد في هانجو الصينية في سبتمبر القادم، فهل تعتقد أن نتائج هذا الحوار يعني الجولة الثامنة للحوار بين الصين وأمريكا لها تأثيرات إيجابية على محادثات قيمة العشرين؟ طبعا الصين وأمريكا كأكبر اقتصادين في العالم تعتبر هذه الجولة، وهي انعقدت قبيل يعني قمة العشرين المزمع عقده في سبتمبر هذا العام في هانجو، ويعتبر هذه الجولة جلسة تحضيرية لبحث الكثير من القضايا الاقتصادية والتجارية والمالية بين الصين وأمريكا. يعني هذا يعتبر أفضل تحضيرا للقمة القادمة، وخاصة تم تناول الكثير من القضايا التي تهتم بها مجموعة العشرين، ليس الصين وأمريكا فقط. فمثلا المراقبة على حركة الاستثمارات والتمويلات عبر الدول، وكيفية معرفة وتحديد المخاطر لحركة الأموال الدولية. أعتقد أن القمة التي سوف تعقد بعد شهرين يعني سوف تستفيد من النتائج والاتفاقات التي تم يعني تبنيها وتم إبرامها خلال الجولة السابقة. نعم، أعتقد أنه من المهم أن يعني بالنسبة إلى القوى الكبرى مثل أمريكا والصين أن يعني تدع الخلافات السياسية جانبا ويسعى
سويا إلى التعاون الاقتصادي حتى يعني تحقيق انعاش الاقتصاد العالمي. فأستاذة أنس، بالنسبة إلى المجالات الأخرى مثل المجال العسكري ومكافحة الإرهاب وإلى آخره، ما هي الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة؟ خلال هذه الجولة لم يعني تكتفي هذه الجولة على المستويات الاقتصادية كما ذكرتم والمستويات الاستثمارية، بل فاتت ذلك إلى التحدث حتى في مواضيع ساخنة كما ذكرنا، مواضيع مثل كوريا الشمالية، مثل الموضوع النووي، مثل محيط الهادي وبحر الصين الجنوبي. وخلال هذه المحادثات قد وصلت يعني كل الأطراف الصينية والأمريكية إلى توضيح أكثر لكل هذه النقاط الساخنة، موضوع تيبت أيضا والعديد من المواضيع الأخرى. فقد أكد الرئيس شي جين بينغ الرئيس الصيني على أن الصين متمسكة بتوافق 1992 بين البر الرئيسي الصيني وتايوان. هذا بالإضافة قد أكد خلال الكلمة الافتتاحية الأولى أن الصين يعني لديها متمسكة أيضا برؤيتها وسياستها تجاه قضية بحر الصين الجنوبي كما ذكر الأستاذ. هذا بالإضافة إلى دعم التعاون الاستراتيجي ودعم التعاون لمكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة، هذا بالإضافة إلى التعاون الحد من المشاكل التي يعني تتعرض إليها الجرائم والإلكترونيات في كلتا البلدين. فقد أكد شي جين بينغ أن مثلا في هذا الموضوع للمواضيع الحساسة أنه لابد من للصين والولايات المتحدة الأمريكية أن تتخطى يعني كل مشاكلها وأن تتخطى كل هذه المواضيع الحساسة وتركز على التبادل المشترك ذا المنفعة المشتركة والمنفعة التي تعود بالتوازي على البلدين. بالإضافة إلى أن شي جين بينغ قد أكد على أن لابد من جعل المواضيع الحساسة التي ذكرناها أن تكون هي مناطق للتعاون بين الجانبين وليست يعني هي منطقة ومحور يعني لتجعل البلدين في مشاكل أكثر وأكثر، أو تجعل من هذه النقاط يعني نقطة تتوجه إلى موضوع حساس وتتوجه إلى نظرة عسكرية، خاصة في حين نتحدث عن بحر الصين الجنوبي. كلها يعني تتمثل في توجهات تعود بالمصلحة على هاتين الاقتصاديتين. كما ذكرنا أن حين تكون الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد توصلت إلى حد ما قبل قمة العشرين إلى توافقات واضحة بينهما في مكافحة الإرهاب وفي يعني مواجهة التغير المناخي وفي هذه المواضيع، ربما ستكون لها تأثيرات ليس فقط على الدولتين في حد ذاتهما، بل سيعود ذلك على جميع الدول المجاورة بطبيعة الحال حين تتوضح المواضيع الحساسة التي تدور حول بحر الصين الجنوبي أو كوريا الشمالية أو غيرها من المواضيع الأخرى. ستكون هناك يعني نتائج ملموسة على الجوار الصيني، هناك نتائج ملموسة على الاقتصاد الأمريكي، خاصة أن يعني ولاية أوباما ستنتهي، لابد أن تمر هذه الجولة الثامنة، لابد أن تمرر يعني سياسة واضحة وأكثر شفافية وسليمة أكثر للدولتين وللاقتصاديتين. فأعتقد أن يعني هذه الجولة كما ذكرت هي ناجحة إلى حد ما إذا تم تطبيق التوافقات التي قد توصل إليها كل من أمريكا والصين، وخاصة في العديد من المجالات يعني الملموسة والتي يعني تهم كل الدول الأخرى مثل مكافحة الجريمة ومكافحة الإرهاب والعديد من المواضيع التي ذكرناها منذ قليل. يعني مع تناوب الرئاسي في أمريكا لن توجد يعني تغيرات في العلاقات بينهم. على ما يبدو أن هذه الجولة قد وضحت أكثر المسار للمرشح الذي سينجح في المستقبل في الانتخابات الأمريكية. ستكون لديه يعني ربما يعني منظومة واضحة من خلال هذه الجولة.